قاتل عن جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومجموعة لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى. نحن أهالي أكثر من 200 شهيد وضحية وألاف المصابين ومئات ألاف من المتضررين، وضعنا ثقتنا بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار ومن ضمننا السيد إبراهيم حديد الذي كان خطابه على الدوام يصب بهذا الاتجاه. إنما يبدو أن ظروفا مستجدة أدت به إلى إصدار بيانه الأخير المستغرب باسم عوائل الضحايا، علما أن هذا الموقف لا يمثلهم ولا يمثلنا أبدا. وما زلنا نحن أهالي ذوي الضحايا كما الجرحى ثابتين على موقفنا السابق فيما يخص الثقة التي أوليناها للقاضي البيطار لتولي التحقيق بالقضية. ونؤكد هنا أن قضيتنا أعلى وأسمى من زجها في التجاذبات السياسية والطائفية والسلطوية، ونشدد مجددا على ضرورة امتثال كافة المطلوبين إلى العدالة أمام التحقيق. ونجدد الوعد أن دماء أهالينا وأولادنا وأخوتنا وجرحانا لن تذهب سدى، وسنقوم بكل الخطوات الرامية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفين سدا منيعا ضد أي تدخلات في عمل القضاء. شكراً.